السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واتمنى ان كلكم تكونوا بخير واهلا بكم في فيديو جديد على القناة. فيديو النهاردة هنتكلم عن احسن لابتوب بسعر 11 ل 12000 جنيه، والفئة دي بتبقى محيرة جدا لكثير من الناس، عشان في الغالب لو انت عايز لابتوب بتبص على اسعار اللابات الجديدة وبتلاقي مثلا ان اقل كارت شاشة كويس يشغل العاب زي الجي تي اكس 1650، لو هتجيب اقل لابتوب فيه الكارت دوت فحاليا هتلاقي سعره وصل ل 14 او 15000 جنيه، ولو دورت حتى على لابات جديدة في حدود ال 12000 جنيه هتلاقي لابتوب بكارت ضعيف زي الام اكس 330 ودوت مش هيقدم لك اداء كويس خالص في الالعاب. عشان كده في فيديو النهارده هكلمك على لابتوب بكارت كويس واللي هو كارت جي تي اكس 1050، وهنشوف مع بعض مقارنة بين الكارت دوت مع الكروت اللي بتيجي معاه في نفس الفئة السعرية او اللابات يعني اللي بنفس السعر اللي هي ب 12000 وب 11000 جنيه. وخلي بالك ان احنا هنركز بشكل كبير على اللابات الفترة ديت، يعني هنتكلم على اللابات لحد 15000 جنيه ونبدا بقى نطلع بالاداء، ويبقى لابتوب فيه كارت زي جي تي اكس 1060 لحد ما نوصل للحاجات الجديده والعاليه اللي هي فوق ال 20000 جنيه. وطبعا كل اللابات اللي اقل من 10000 جنيه احنا اتكلمنا عنها قبل كده في القناه. فلو محتاج تعرف اي معلومات عن اي لابتوب في اي فئه سعريه يا ريت تكتب لنا في الكومنتات السعر اللي انت عايزه، وان شاء الله هحاول ادور لك على احسن لابتوب بيقدم قيمه مقابل السعر ده. وقبل ما نتكلم عن اللابتوب معانا النهارده خليني اقول لك تعريف سعره بالقناه لاول مره تشوفنا، وبعدها على طول نتكلم عن اللابتوب بتاع النهارده. في القناه احنا مهتمين بالجيمر اللي ميزانيته قليله، وعملنا تجمعات كتير باسعار رخيصه زي تجمعات ال 1000 جنيه وتجمعات ال 2000 جنيه، وبرضه اتكلمنا عن القطع المكمله للبي سي او اكسسوارات البي سي باسعار قليله زي الماوسات والكيبوردات والسماعات والشاشات، يعني اي حاجه هتحتاجها للسيت اب بتاعك ان شاء الله هتلاقينا متكلمين عنها هنا في القناه. فلو استفدت من الفيديوهات يا ريت تشترك في القناه، عشان خلاص قربنا جدا من 10000 صديق، وبحب اشكر جدا كل الناس اللي دعمت القناه من بدايتها لحد دلوقتي، علشان من غيركم القناه ما كانتش هتقدر تستمر. خلينا بقى نتكلم عن اللابتوب اللي معانا النهارده وهو اتش بي اومن. بالنسبه لاول حاجه معانا في اللابتوب وهو المعالج، والجهاز بيجي بمعالج اي 7 7700 اتش كيو ودوت معالج 4 كورز 8 ثريدز، وبيساوي تقريبا اداء الاي 3 جيل 9 او حتى من الافضل ان انت تقارن بمعالج زي الاي 7 جيل الرابع. وخلي بالك ان انا بقارن معالج لابتوب بمعالج بي سي، رغم ان دي تعتبر مقارنه مش تمام يعني، بس انا بحاول اوضح لك هو بيساوي اداء ايه تقريبا. بس عموما المعالج دوت تقدر تعمل عليه مونتاج لفيديوهات 1080 بي او حتى فيديوهات 4K وهيشتغل معاك من غير مشاكل، والمعالج ما يعتبرش ضعيف يعني. وفي نفس الوقت مع كارت الشاشه اللي احنا هنتكلم عنه في الاخر اللي هو جي تي اكس 1050، فالاثنين مع بعض يعني كومبو كويس جدا، وهتقدر تشغل العاب كتير زي ما هنشوف مع بعض في الاخر. بالنسبه بقى للرامات اللي بتيجي في اللابتوب، هو بيجي ب 16 جيجا رام دي دي ار 4، وده في اغلب النسخه اللي بتتباع في السوق. ممكن عادي تلاقي تاجر بيبيعوا رامات 8، وما انصحكش ان انت تجيب اقل من 8 جيجا رام عشان الجهاز يبقى كويس معاك سواء في الالعاب او البرامج. بالنسبه للشاشه، فالجهاز بيجي بشاشه 15.6 بوصه من نوع اي بي اس بدقه 1920 في 1080، والتخزين اللي في الجهاز هارد 1 تيرا اتش دي دي دوت في اغلب النسخه اللي في السوق. بس اهم حاجه ما تنساش ان انت تشتري اس اس دي حتى لو 128 جيجا، بس اهم حاجه ان هو يبقى موجود، وتخلي الراجل اللي انت بتشتري منه اللابتوب يحط لك الويندوز على الاس اس دي، عشان دوت اللي هيحسن جدا من اداء الجهاز، عشان هيخلي فيه سرعه فتح الويندوز وفتح البرامج. وعموما تجربه استخدام اللابتوب من غير اس اس دي فهي تجربه سيئه جدا، واستخدام اللابتوب مش هيبقى مرضي بالنسبه لك، فعشان كده اهم حاجه اوعى تنسى الاس اس دي. بالنسبه لمداخل الجهاز، هو بيجي بمدخل يو اس بي 3.1 من نوع تايب سي، و3 يو اس بي 3.1 جيل اول، ومدخل اتش دي ام اي، ومدخل كابل النت، ومدخل مايك وسماعه كومبو. وفي حاجه تبقى مهمه جدا لو انت صانع محتوى وبتستخدم كاميرات، وهو مدخل اس دي كارد. وبالنسبه لصوت المايك الداخلي في اللابتوب والكاميرا والسبيكرز والحاجات اللي زي ديت، فانت بتشوف ادائهم بعد التجربه الشخصيه لللابتوب. وللاسف انا ما عنديش اللابتوب دوت عشان اجربه، فانت رحت تشتري اللابتوب جرب الكاميرا والكيبورد والحاجات ديت وشوف التجربه هتبقى مناسبه بالنسبه لك ولا لا. بالنسبه للبطاريه فهي 63 واط، وشحن اللابتوب 150 واط. واخر واهم حاجه واللي مخلي اللابتوب دوت لابتوب جيمنج ناجح، وهو كارت الشاشه جي تي اكس 1050 2 جيجا. وبلاش نتكلم عن الكارت كتير، والاحسن ان احنا نشوف اداء الكارت مع بعض في الالعاب. وزي ما شفت هتقدر تشغل العاب كتير على اللابتوب دوت، وكمان هيكون كويس جدا لو حبيت ان تبدا في المونتاج او تتعلم اي برنامج، واللابتوب مش هيسبب لك اي مشكله. خلينا برضه نشوف مقارنه من الكارت دوت وبين كارت تاني شهير جدا بيجي في معظم اللابات اللي بسعر 12000 جنيه وهو الام اكس 330.
وزي ما شفت فرق كبير جدا لصالح كارت جي تي اكس 1050. وفي برضه نقطه مهمه لازم اوضحها، ان الكارت والمعالج دول من الحاجات الاساسيه، يعني جيب نفس الكارت ونفس المعالج اللي وضحتهم في الفيديو، لان انت برضه هتلاقي نسخ مختلفه من اللابتوب. بس في حاجه تانية برضه ممكن تغير من سعر اللابتوب، وهي الرامات والتخزين. يعني ممكن مثلا تلاقي الرام 8 جيجا والتخزين 1 تيرا ومن غير اس اس دي، وتلاقي اللابتوب سعره حوالي 11000 جنيه. فانت لحد دلوقتي هتجيب اس اس دي و8 جيجا رام كمان، او ممكن حتى ان انت تمشي نفسك ب8 جيجا رام عادي، ده مش هتعمل لك مشاكل في اغلب البرامج والالعاب. وممكن برضه تلاقي اللابتوب ب16 جيجا رام وب اس اس دي 128 جيجا، وبرضه بالهارد ال1 تيرا، وسعره هتلاقيه في حدود 12 او 12000 ونص. فانت برضه ركز على موضوع التخزين والرامات دوت، بس اهم حاجه تتاكد ان المعالج والكارت مظبوطين. الحاجات الباقيه بقى زي التخزين والرامات ممكن انت تقلل او تعلي فيهم زي ما تحب، يعني عشان تقلل او تعلي في السعر. بس الحد الادنى اللي انا انصحك بيه ما تجيبش اقل من 8 جيجا رام، وما انصحكش خالص تجرب اللابتوب من غير اس اس دي. وبس كده، ده كان اللابتوب اللي معانا النهارده، واتمنى يكون الفيديو فادك وعجبك، واستنوا ان شاء الله في فيديو تاني قريب، وسلام.